اسمح لي انتقل السيد الدرداري في سؤال اخير. انعكاس الاعتراف الاسباني بجديه بمقترح الحكم الذاتي كاساس واقعي للحل، كيف سينعكس على جوله ديمستورا في اقل من دقيقه لو سمحت السيد الدرداري؟ أستاذ العزيز، الاعتراف الإسباني بالحكم الذاتي وبمغربية الصحراء هو بمثابة إزالة مجموعة من القدرات التي كانت تساند البوليزاريو، والجزائر اليوم يتبين على أنه لا عودة عن المكتسبات وعدالة المطلب المغربي والسيادة الكاملة، ولا عودة عن الإجماع الوطني المغذي للقرارات السياسية والدبلوماسية، وأن التفاوض هو الحل الوحيد وبدون شروط. لكن يمكن القول على أن الحل النهائي بيد مجلس الأمن والأمم المتحدة وليس بيد الجزائر فقط. يجب على الجزائر أن تعرف حدودها وواجباتها تجاه المنتظم الدولي وهيئة الأمم المتحدة وتجاه المنطقة وتجاه الجيران، بحيث أن النزاع عمر ولا يمكن أن يبقى أكثر من اللازم. فاليوم أمامنا دينامية جديدة، دينامية بناءة وإيجابية، حصلت اعترافات وكشفت التآمر وتقترح الحل السلمي وتسير نحو إنهاء هذا النزاع.